السلام عليكم. الحرس الثوري الإيراني الكيان الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقترب من نهايته بسرعة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا يوم الخميس بمناسبة يوم القدس العالمي، مؤكدا أن الكيان الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقترب من نهايته بسرعة. واعتبر الحرس الثوري في بيانه تقديم أي مبادرة مساومة مع الكيان الصهيوني خيانة سافرة لن تغتفر، في معرض إشارة إلى مخطط تطبيع العلاقة مع هذا الكيان القاتل للأطفال الذي يقف وراء بعض الدول العربية، مشددا على أن استمرار الانتفاضة واتساع نقاطها وانتشارها، عدم الأمن في مركز الكيان الغاصب للقدس يمكن من اعتبارها من الهواجس التي تقض مضاجع هذا الكيان المهزوم وحماته. ورأى البيان أن منطلق المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني الذي تعتمده إيران الإسلامية هو السبيل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية وطرد المحتلين الغاصبين من الأراضي المحتلة وعودة اللاجئين والمشردين الفلسطينيين إلى وطنهم وإجراء انتخابات حرة لتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره بنفسه. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.